مساء الخير. إنجاز عودة القصير إلى كنف الشرعية السورية بوزنه الاستراتيجي طبش الميزان لمصلحة حلفاء دمشق. قبل جنيف 2 وما بعد القصير كانت موسكو وقيصرها يقطعان الطريق على واشنطن التي دفعت حلف الناتو إلى التصريح بأن لا خطط راهنا تتدخل في سوريا. ووفق سياسة القوة الناعمة كان فلاديمير بوتين يعلن أن العودة بأسطوله إلى البحر المتوسط بصورة دائمة ليس قرقعة سلاح، في إشارة إلى عدم الحاجة للقوة العسكرية لتحقيق الأهداف. سيرجي لافروف يؤكد أن دعم المعارضة السورية عسكريا لتغيير ميزان القوى على الأرض لن يفضي إلى شيء وطريقه مسدود مسدود. ميخائيل بوغدانوف حسم الخيار السوري حول جنيف بنسخته الثانية، لا مكان للقوى المتطرفة في التسوية، مع تمن أن تتمكن واشنطن من إقناع الائتلاف السوري بتحديد أعضاء وفده التفاوضي، وهو أضعف الإيمان. وفيما يبدو أنه استباق لما يمكن أن يتكشف في المرحلة المقبلة من تورط أوروبي في المعركة ضد سوريا، كانت باريس تؤكد مجددا مشاركة مئات الأوروبيين في القتال. في الميدان استعاد الجيش السوري اليوم الضبعة والمسعودية والصالحية بريف القصير، وفرض على المسلحين الفرار من البويضة الشرقية سيرا على الأقدام، مخلفين وراءهم آلياتهم وعتادهم. ومن الساحة الطرابلسية التي تجددت اشتباكاتها منذ بعض الوقت بين رفاق السلاح في الخندق الواحد، كان الجيش اللبناني يمنع تحول لبنان إلى ساحة للصراعات الإقليمية وانتقال الأحداث السورية إليه عبر استكمال إجراءاته العملانية وخطة انتشاره في عاصمة الشمال من جهة، وتحذيره من جهة أخرى من سعي بعض الفئات إلى استدراجه إلى حرب عبثية عبر بث الإشاعات الكاذبة والتضليل المغلف بلبوس السياسة حينا وعباءة الدين في أغلب الأحيان. أما من سيدير أذنه الصماء لهذا التحذير ويركن إلى استعمال السلاح فسيقابل بسلاح الجيش الذي لن يدخر جهدا لتجنيب الأبرياء ثمن غايات سياسية وفئوية تريد خراب لبنان من بوابة الشمال.